من أقل من 24 ساعة كان زميلي وصديقي ومستشاري الكروي مهيب عبد الهادي بيقول على الهواء في برنامج يحدث في مصر إنه إحنا قدامنا أقل من 24 ساعة بالكثير ويتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. ده حصل فعلا. النهاردة اتحاد الكرة وقف كل الآراء ووقف كل التنبؤات والتوقعات. تصدقوا أنا شفت يعني دايما الواحد بيقعد يقارن كده. إحنا كان الشغل في الصحافة وفي الإعلام كان دايما لما يبقى فيه تغيير حكومة ولا يبقى فيه تغيير مناصب ولا حاجة ولا محافظين تلاقي التوقعات نازلة سريعة جدا 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 جدا. لكن التوقعات في 48 ساعة اللي فاتت وتعددها واهتمام الناس بيها فيما ارتبط بشخصية المدير الفني الجديد للنادي للمنتخب أنا آسف كانت توقعات كتير قوي. صور لحضراتكم شايفينها دي هي صور الرجل الجديد المسؤول الجديد عن المنتخب المصري. احنا بنتكلم عن كارلوس كيروش. والصور اللي حضراتكم شايفينها دي هو برتغالي الجنسيه. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي هو مع اساطير. اساطير بمعنى اساطير بقى ابني يفرح بيها قوي دلوقتي زين الدين زيدان قالهم لي هو قبل كده رونالدو كريستيانو رونالدو باكم كان قبل من دقيقتين كده كان باكم هو اللي واقف. اللي قريت عنه إنه هو اللي كان جاب كريستيانو رونالدو من البرتغال ومضاه في ريال مدريد وبعدين بعد كده بصوا دي المعلومات الخاصة بقى بالجهاز الفني كله. كارلوس كيروش مدير فني ضياء السيد مدرب عام محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدرب لحراس المرمى. ده اللي اتكلم عنه زي ما قلت لحضراتكم او قاله لنا امبارح زميلنا مهيب عبد الهادي على التليفون وان الامور كانت متجهه للمدير الفني الاجنبي. الراجل ده له يعني ايه له نجاحات كتير وله اسم كبير في عالم الكره على المستوى الدولي لكن انك تيجي هنا وتنجح ده المحك اللي يهمنا او ده الاختبار اللي يهم جموع جماهير الكوره في مصر. لطيف قوي انه على فكره الراجل ده اشتغل مع اسطوره كبيره بقى واسمها أليكس فيرجسون. وأليكس فيرجسون ده طبعا الناس هتبقى مستغربه انا عندي معلومات دي منين. انا كنت بتعامل معاه لانه شخصيه عامه مش بتعامل معاه لانه بس يعني ايه مدير فني او كبير وتاريخي لمانشستر يونايتد لكن ده شخصيه عامه كبيره جدا جدا. الراجل ده كارلوس كيروش كان مساعد له كان بيشكر فيه جدا. ينجح بقى في مصر ولا لا وإيه اللي حيتأمن له علشان يحقق الهدف ده سؤالي لزميلي وصديقي ومستشاري الكروي مهيب عبد الهادي. ازيك يا استاذ حبيبي 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 يا استاذ شريف اخبارك ايه عجبك انا في الدولي يعني ابني بيفطمني على طول لا ما شاء الله خلاص اتعديت لا يا عم لا 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 بمساعدتك هتقول بقى ايه اصلا الرياضه بمساعدتك والله بمساعدتك وانت انا قلت ان حلقه الزمالك كنت انت كلها في وديني قلت كده يا باشا انت جميل وبالتوفيق ليك لكن النهارده عندنا كواليس بقى مهمه قوي 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 قول لي بقى طيب كارلوس كيروش ده طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني وخلاص زي ما انت قلت وعديت الانديه اللي كان بيلعب فيها اختيار رائع مبدئيا في ظل التوقيت والزمان والمكان والفلوس كمان خلاص راجل ان شاء الله هيوصل فجر الاربعاء باذن الله الى القاهره وممكن يسبقوا ثلاثة من مساعد معاه واحد اسيستنت كوتش ده يكون متواجد معاه ومعاه واحد فيزيو ومعاه واحد محلل اداء دول الثلاثة اللي هيكونوا متواجدين في الجهاز الفني لكيروش البرتغالي طبعا اللي هيكون متواجد فجر الاربعاء باذن الله وخلاص اتحاد الكوره اعلن ان هو موجود مع منتخبنا الوطني طيب الناس بتتساءل الراجل ده هياخد فلوس كام الراجل ده الفلوس طبعا لما يعني هو عمل لسه تويته من شويه شكر الاتحاد المصري واعرب عن امتنانه وعن فرحته وعن حاجات كتير جدا بوجوده وفخره واعتزازه بوجوده في مصر واداره المنتخب المصري ده تويته لسه عملها كيروش حوالي من دقائق يعني الحاجه الثانيه طبعا كان نيلو فينجادا ده المدير الفني لاتحاد الكوره هو كان يعني الكونتاكت ما بين اتحاد الكوره وما بين كيروش عشان انت تجيب واحد بحجم كيروش طبعا محتاج وقت لكن انت في وقت ضيق جدا وجود بنجادة سهل
الكثير والكثير. ده كل الناس كانت بتقول اصله فنجاده طالق، يعني فنجاده هيتغير منصبه ويتحمل المسؤوليه، ففنجاده كان هو الوسيط. ده اللي انت كان هو الوسيط وهو كمان كان بيتكلم مع كيروش على الثلاثه المساعدين اللي جايين معاه. تمام. يعني هو عارف الثلاثه المساعدين، حاجات تفاصيل صغيره بس مهمه جدا، يعني التفاصيل دي مهمه جدا جدا جدا. الراجل كمان المبلغ المال اللي هيتقاضاه زي ما قلت لك لن يتجاوز 60 70 الف يورو، يعني حوالي 80 الف دولار هو ومساعدينه. لكن اكيد في تفاصيل اخرى لما يجي كيروش مصر، وده طبعا هيحدد كمان حاجه مهمه جدا الكل بيتساءل عنها، هو منصب مدير الكوره، منصب مدير الكوره اللي كان بيشغله محمد بركات. دلوقتي مين هيشغل هذا المنصب؟ تم تحديد كابتن ضياء السيد كمدرب عام، محمد شوقي مدرب، عصام الحضري خد فرصه كبيره جدا ان هو يبقى متواجد كمدرب حراس مرمى. مين هيبقى مدير الكوره؟ هناك ترشيحات ل وائل جمعه، لكن وائل جمعه عنده مشكله ان هو شغال في احدى القنوات طبعا العربيه وبيسال الناس وموضوع الفلوس. تعرف ان كان بركات تاخد 130 الف جنيه، فالراجل شغال في، يعني انا بتكلم بالبلدي يعني، فطبعا في كلام على وائل جمعه، في عماد متعب، في عبد الظاهر السقا، في احمد حسن، كل دول في الصوره. مين اللي هيحدد الكلام ده؟ هو كيروش لما يجي، هل هيبقى عايز مدير كره؟ هو يعني هو وجود المنصب ده اساسا قرار كيروش اذا كان يبقى موجود ولا مش موجود. لانه سابوا له، اذا عارف زي ما بقول ايه، طب سابوا لي حته. هو ما اختارش المساعدين بتوعه في مصر، هو اتبلغ بيهم، هو جايب يعني فريقه هو المساعدين بتوعه. لكن الجهاز الفني المصري اللي هيكون معاه ده تحدد، يعني اتبلغ له زي ما هو بلغ الاتحاد المصري بالمساعدين الثلاثه، هو تم تبليغه بالمدرب العام والمدرب ومدرب حراس المرمى. الله ينور عليك. ده كل الكواليس. طبعا كان في كلام كتير من الصبح على الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي اتكلم على فنجاده ان هو هيبقى موجود ده كلامه صحيح، واللي اتكلم على ايهاب جلال ان ممكن يكون موجود ده كلامه صحيح، واللي اتكلم على حسن شحاته ان يكون موجود ده كلامه برضه صحيح. كل الناس دي كانت مطروحه على طاوله المفاوضات، ولازم الناس تفهم كده. هو في الحقيقه الاسم مفاجاه، يعني كارلوس كيروش ده ما كانش ما ترددش خالص في ال 24 ساعه اللي فاتت. لا كيروش كان دايما مطروح، انت دايما عارف في صولات وجولات، كان قبل كده في جوله لاختيار حسام البدري، قبل كده كان في جوله دايما في الجولات دي انت بتكسب. طب الخبره الكبيره دي بقى، وانت عشان انت عارف الظروف اللي هو جاي عليها. انا بكلمك دلوقتي على انك راجل فاهم الظروف اللي هو جاي عليها. تتوقع ده سؤالي الاخير، تتوقع له النجاح؟ اكيد ان شاء الله. اختيار صحيح في توقيت صحيح، واعتقد الناس المعاونين لكيروش هيكونوا على قدر المسؤوليه ونجوم كبيره ان شاء الله يلموا ان شاء الله مباراتي ليبيا.